السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج عيادة الصحة. النهاردة هنتكلم عن أمراض الشتاء. بدخول الشتاء دايما في كل فصل من الفصول بيكون ليه تقلباته، وبتكون أخطرها على الإطلاق هي فصل الشتاء، وما أكثر الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا، وكثير من الناس أيضا مريضي الجيوب الأنفية أو حاسة الجيوب الأنفية بيزيد تعرضهم للإصابة وللتعب وللإرهاق في هذه الأطراد. ضيفي الكريم اللي مشرفني في حلقة النهاردة هخليه هو يعرف نفسه بنفسه النهاردة. دكتور، حضرتك معاك الكاميرا وتعرف نفسك للسادة المشاهدين. أهلا بيكم، أهلا بقناة الصحة والجمال، وأهلا بمشاهدينا الأعزاء. مع حضراتكم الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات ونائب مدير عام حماية البابا الأسبق، ويسعدني أن ألتقي بحضراتكم زميلنا العزيز، وأرجو تكون الحلقة مفيدة إن شاء الله. طبعا دكتور، شرف كبير تواجد حضرتك معنا النهاردة. دكتور، عايزين على طول نبدأ نقول من السادة المشاهدين، إيه هي التقلبات الجوية أو ليه التقلبات الجوية في فصل الشتاء بالتحديد بيكون فيها انتشار الفيروسات أكتر من أي فصل تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا موضوع الشتاء والفيروسات والبرد والعدوى والشكل الوبائي الجماعي اللي بيبقى موجود كل سنة شيء مفهوم، لأنه ده احنا بنتكلم على أمراض الجهاز التنفسي، بمعنى انه اذا كان في عندي اي مشكله في الحلق والزور والانف اللي بنسميهم البدايه او المقدمه بتاعه الجهاز التنفسي، بتبقى المشكله ديت صعب جدا ان احنا نتوقف عن انها تنتشر انتشار النار في الهشيم. ليه؟ لانه محدش هيقدر ان هو يوقف سعال قدام واحد تاني من العدوى. مش هنلبس الناس كلهم كمامات، ولا هنلبسهم خوذات، ولا نلبسهم حاجات تقفل الفم على الاطلاق. ما دام بينتشر الميكروب عن طريق الهواء او الرذاذ او القبلات، يبقى هنا في انتشار بيعتبر شبه جماعي، وبتبقى مشكله جماعيه، وبتبقى سريعه الانتشار، وبتاخد التجمعات اللي هي جاهزه، يعني مدرسه، سجن، معسكر امن مركزي، قاعه اجتماعات، الجامعه، المحاضرات، الافراح، المياتم، صلاه الجمعه، صلاه الكنائس، دي بتبقى فيها تجمعات كبيره من الناس. واحد بس كفايه ان هو يعطس كل المجموعه اللي حواليه هتصاب. دكتور، اذا فالمشكله في العادات عندنا، يعني لازم نسلم ونبوس ونحضن يعني. ف لا طبعا مفيش بوس، مفيش بوس ولا مشكله عندنا ولا عندنا نفسها يعني. السلام وكفى، والكلام مش هزار، الكلام جد، لانه القبله اذا كنت انا ممكن اعطس واعدي اي حد قدام مني او بجواري، يبقى اكيد القبله دي هتكون شايله ميكروبات اكتر ملايين المرات من العطسه اللي بتتناثر في الهواء. فكلام جد، علشان كلنا نحاول نحمي نفسنا ونحمي اولادنا ونحمي اسرنا من المشاكل المحتمله اللي ممكن تتفاقم وتنتهي بحراره عاليه او التهابات شعبيه او رئويه، ويبقى فيها مستشفيات واعاقه وتكلفه، واحنا في غنى عن هذا ان شاء الله. تمام دكتور، ناس كتير بتعتقد ان نزلات البرد والانفلونزا مفهوم واحد. لا طبعا مش مفهوم واحد، هو احنا يعني كشعب بيبسط الامور، يعني ازيك عامل ايه، الحمد لله، الحمد لله يبقى الحمد لله، في مشاكل يبقى الحمد لله. لكن القصه انه نزلة البرد طبيا يعني معناها ان في واحد تعرض لنزلة البرد جديدة، كان لابس هدوم خفيفة وخرج في جو يكون برد، او نزلت عليها مطرة، او زي الجو ما هيتقلب ابتداء من الليلة دي في بلادنا الجميلة مصر، وهيبقى الكلام دوت بشكل جماعي للناس اللي هي بتستهتر وبتنسى نفسها بخروج بهدوم تكون غير ثقيلة من اول الليلة دي ان شاء الله. فهنا بيحصل انه دي اسمها نزلة البرد، ان الواحد يعطس ويزكم ويحس بألم في عظمه وكفى. تمام. مفيش حرارة. مفيش حرارة. وده علاجه ان هو بدل ما عندوش حرارة وحس بالعطس ده على طول، اي حد فينا ممكن يحس بالحكاية دي على طول، يبتدي يدفي جسمه وياخد مشروب دافي زي الليمون الدافي او معاه مسكن خفيف لو عنده صداع، وينام فترة كافية يرتاح ما يجهدش نفسه، ويمتنع عن عادات الضارة اذا كان اكلات فيها حاجات حريفة او تدخين او حاجات مثلجة او خلافه، يمتنع يبتعد عنها. ده اللي هو عنده اصابة بنزلة البرد. اي حد ارتفعت حرارته، شرطة واحدة
عن 37 وثلاث شوط، يعني هنقول 37 جزافا، يبقى هنا دوت في عنده انذار بان في دخول ميكروب هيتفاقم وهيتزايد، والموضوع مش مجموعه انفلونزا ولا حقنه وتركيبه في تحويجه في الاجزاء الثلاث حقن اياهم دول ولا الكلام الفاضي ده كله، لانه هنا هيبقى في مشاكل محتمله ولازم يسارع بان هو يرتاح ويطلع على دكتور في اقرب وقت، عشان الحراره العاليه دي معناها ان في دخول وغزو ميكروبي لجسمه لهذا الانسان، يعني في عدوى جديده في الجهاز التنفسي. لا ما قدرش حد يقول انها ديت هتنتهي نهايه كويسه او نهايه عنيفه او دراميه الا بعد الكشف الطبي. طيب دكتور كده دي نقطه خطيره، عشان احنا معظم الناس بتقوم تستسهل الموضوع، انا عندي شويه زكام، عندي شويه عطس، بروح على صيدلي اخد مجموعه لو مفيش حراره. لو مفيش حراره اول اي حد يرتفع درجه حرارته لازم يروح لطبيب على طول، بسرعه على طول، لانه ما يضمنش الخطوه الجايه هتكون فيه ايه. محدش في الدنيا ولا الدكتور يتوقع اللي هيحصل، بيحتاط بالدواء المناسب بعد الكشف. فبالتالي يبقى من باب اولى حرصا على نفسنا ان احنا ما ناخدش الدواء اللي خدناه المره اللي فاتت، او نشتري مضاد حيوي 1 جرام او حقنه مش عارف ب 30 جنيه او الكلام الخنفشاري دوت. لازم نسيب الايه العيش لخبازه ونسال اهل الذكر ان احنا نعلم. صح تمام. صح يا دكتور تمام. يعني اصل في معظم الناس دكتور، ودي بتبقى خطر جدا في فصل اللي هي انا جالي سخونه او انا ابني تعب، بقوم واخده للصيدلي اديله الحقن وخلاص على كده، هو كده كده هيخف. ده تقليد مصري حصري حصريا يعني. طبعا دوت بيبقى برضه من اسر الديل. يعني الحاجات اللي عند الناس في الغالب او الحاجات يعني المعونات الماديه او الاقتصاديه بتبقى على قدها شويه، فبيحاول يستسهل. دي بيوفر اكل الدكتور، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه بقت عرف مع الاسف. الحاجه الثالثه انه الصيادله بيشجعوا عليها. طيب. فهنا طبعا بقت مشكله. طبعا دكتور، طيب يعني ممكن يكون في انسان مصاب بفيروس البرد ولكن لا يعاني من اعراض او ما بيظهرش عليه الاعراض؟ ما هو البرد مش فيروس، البرد تعرض لهواء وسائع وتغيير مناخي. انما الفيروس اللي هو فيروس الانفلونزا. الانفلونزا فكلمه برد ده تعرض زي ضربه الحراره في المقابل في الصيف. ما هياش برده ميكروب ولا فيروس، ده حراره عاليه بتعمل مشاكل صحيه. تمام. هنا في حراره بارده بتعمل مشاكل صحيه. لكن الفيروس دوت اللي هو بيبقى مسؤول بقى لما يكون في دخول لعدوى محتمله، واشهرهم طبعا فيروس الانفلونزا الشهير وخلافه. تمام. طيب دكتور، يعني ايضا من ضمن العادات الخاطئه السيئه ان انا ابني مثلا يكون حرارته عاليه، اخده احطه في ميه بتلج، خطوره ده دكتور على الطفل بيكون عامل ازاي؟ هو احنا بنقول ان في حاجات او يعني خطوات ممنهجه يجب ان احنا نتبعها في تنزيل الحراره اللي هي بتكون فوق 39، لانها اي حراره لاي جسم فوق 39 بتصيبه بالانهاك الشديد وبالهده الشديده وفيها خطوره على المخ بتاعه، واذا كان مريض قلب او سكر او كذا بيختل الميزان بتاعه على الاطلاق. ولو تعدت الحراره 40 بيبقى فيها خطوره على حياته. يبقى احنا بنتكلم هنا في الحراره اللي هي المرتفعه، الحراره اللي هي متفاقمه، اللي هي اللي بنقيسها بميزان الحراره بنلاقيها فوق 39 او المريض بتاعي ارتعش. الرعشه دي معناها ان الحراره داخله على الخطر، وده انذار جديد من ربنا بيقول البني ادم خلي بالك، ما تستهبلش، المساله مش هزار. فهنا طبعا القصه ان احنا بناخد الشخص المريض ده بارتفاع الحراره، هنا بقى بنتكلم على حراره كحراره فوق 39، نمره واحد بخفف هدومه، ما بقاش البسه 500 حاجه عشان الدنيا برد وبيرتعش واخد نزله برد. ده تفكيرنا احنا الشيطاني اللي هو تسلل اليه تشخيص الخطا. لكن الرعشه معناها ان في حراره متفاقمه وانها ابتدت تهز الجسم هزه جامده، ويجب علاج الحراره في اسرع وقت والا يكون فيها خطوره على الحياه. يعني نعمل ايه يا دكتور؟ واحد بيرتعش نقلعه هدومه، ده بيتجنن وبيضربنا بالنار وبيشتمنا وبيقول هتغطوني يا كذا يا كذا، وكلنا بنجيب له بطاطين من الشارع كله. غلط وخطا وقاتل هذا التصرف، لانه ممكن ده والطبيعي ان اي واحد سخن لما يحط على جسمه بطانيتين ثلاثه كمان زياده هيسخن زياده، الحراره 39 اللي كان فيها رجه هتوصل ل 40 41، يحصل دمار في المخ، يتوفى الانسان من ضربه حراره. هذا كلام خطير ولازم تعرفوا تسمعوه كويس. يعني تخفيف الملابس يا دكتور، مفيش اغطيه، تبقى غطا خفيف، كوفرت او ملايه خفيفه، مش البطاطين اللي في الدولاب واللحاف الفايبر اللي جايبينه من المحل اللي على اول الشارع. ثلاثه، ان يكون في تهويه للمكان، نفتح الشباك اذا كان في مكان مقفول او مكمكم. معظم الشقق دلوقتي بقت عباره عن علب وشنط عربيات وكراتين، مفيش فيها اي تهويه خالص، محدش يفتح شقته اللي ما اعرفش ليه، فعشان ما يتحسدش يا طبعا يعني. فهنا طبعا القصه انه هو يبقى هنا بنعمل
التهوية، واحد تخفيف ملابس، اتنين مفيش أغطية، تلاتة التهوية، أربعة أخد خفض الحرارة أيا كان اسمه، أيا كان اسمه مفيش حاجة عندي خطر، آخر حاجة الكمادات. الكمادات بقى اختلفت فيها الآراء، وفي المذاهب الأربعة، وفي الناس اللي عندها الخبره واسال مجرب واسال طبيب واصلها دي متجربه، وحط نقط خل في ودانه، وحط مش عارف كولونيا في مناخيره، وحط جاز في شعره، والقصص دي هي ودهن جسمه بخل، ودهن جسمه بخل وزيت، ويا ريت يكون زيت بنزين 92، والقصص دي كلها. طبعا كل المهرجانات دي اللي هي مهرجانات كلها عباره عن جهل في جهل في جهل في جهل، بتؤدي في الاخر مع الاسف الشديد لمشاكل كتيره. احنا بنقول ان خطر الحراره الرئيسي على الراس فقط، خطر الجسم يتكسر يتفشفش ده موضوع تاني، لكن الخطوره على الحياه من ان المخ بتاعنا لما ترتفع الحراره فوق 40 ممكن مراكز المخ تتلف وينتهي حياه الانسان من ارتفاع في الحراره، من انفلونزا بتعريفها. فبالتالي يبقى احنا هنا بنعمل الكمادات على الاساس اللي احنا عايزين نبرده ونحافظ عليه اللي هو المخ. كمادات ماء بارد من الثلاجه في الحنفيه في هذه الايام، ميه الحنفيه معقوله، بغمر الدماغ كلها بالميه، كل خمس دقايق بشيل الفوطه بتاعتي من على الدماغ، مش بحطه تحت الدش ولا احطه في البانيو ولا احط اجيب له حاجه واعلقه في البلكونه بالحبين غسيل، لا طبعا بحطه على طول في الايه، في كم طبق جنبي فيه ميه من الحنفيه، وبحط فيه فوطه كبيره وزي الخشه بتاعت المسح كده، بروح مغطس الخشه في الميه وبروح ملففها على دماغه كلها خمس دقايق، الدماغ بتهدأ قليلا، تنخفض الحراره، الفوطه دي بقت مولعه خلاص مطرح دماغه، بتحطها تاني وهكذا كل خمس دقايق بغير ميه الفوطه لمده نص ساعه، مع خفض الحراره، مع تخفيف الملابس، مع ما فيش اغطيه تقيله، مع تهويه المكان. دول الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم وبنكررهم دايما في الميديا علشان نتجنب ارتفاع الحراره صيفا وشتاء. دكتور، في بعض الناس بتحط الفوطه اللي هي الكمادات دي تحت الإبط، يعني لا مانع حط الفوطه الراس اولا، بعد كده عايز يحط الفوطه دي بالكمادات دي على تحت الإبط، يحطها على مناخيره، يحطها على اي مكان تاني، ما شاء له الهواء، انا ما عنديش مشاكل، بس الاول نحمي الراس عشان الحراره تنزل. ما باخدش فرع اللي هو هنا في دوره دمويه تحت البطن بين الفخذين عاليه جدا، فده دي نظريه صح، تمام، عشان الدم اللي رايح للمخ يكون ابرد. طب انا والمخ ما بردتوش اصلا ليه؟ صح، هو احنا الاساس عندي الراس، عشان كده لازم نبرده. فانت ابتدي بالاول بالفرد، طبعا كده اشتغل في السنه، لكن ما تجيش تبقى تقول لي هشغل مروحه للدخان في مكان فيه حريقه، اطفي النار الاول يا بيه. تمام. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هنتكلم عن حساسيه الجيوب الانفيه، حلقه مميزه جدا مع دكتور سيد عنتر، استنونا. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل تاني، وضيف الكريم اللي مشرفني النهارده في حلقتي دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات ونائب مدير عام حميات امبابه. دكتور اهلا وسهلا بيك تاني مره ثانيه. دكتور، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن انفلونزا، عايزين ايضا نتكلم عن احدى الامراض اللي قد تصيب بعض الناس او كثير من الناس، هو حساسيه الجيوب الانفيه. نعم. اولا يعني اسبابها ايه يا دكتور؟ اسباب الاصابه بيها ايه؟ هو طبعا موضوع مهم جدا 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 جدا، لانه موضوع انتشاره كتير في مصر، واسبابه اسباب جينيه من الوراثه وخلافه، او اسباب بيئيه من تلوث البيئه والازدحام المساكن والفصول ووسائل النقل والمواصلات. تمام. فدي بتساعد على هجوم متتالي على الانف والحلق والزور، في اللي بتولد، ودول الغالبيه عندهم حساسيه في الانف والحنجره والجهاز التنفسي بدايه من الانف، وبعد كده بيتناصر او بتبتدي الدنيا تقبل. بعض الناس اللي بيعيشوا في بيئه يعني ربنا يعينهم عليها بتكون مخنوقه شويه او كذا لظروف اقتصاديه او اجتماعيه او خلاص. طبعا احنا يعني الكلام بتاعنا بدا بدايه اعتقد واضحه شويه ان الحساسيه دي شيء موروث، وانها قد يكون واضح عند الاب او الام او غير واضح، وانه دوت بيبقى تغيير جيني في الجيل اللي هو بياخده سواء ابن او حفيد، والتغيير دوت معناه انه في جزء من الجهاز التنفسي اضعف كثيرا من اي حد تاني، يعني مع اي حد يكح في اسوان هو موجود في القاهره ممكن يعطس، اي حد يكون عنده مشاكل في زوره في حلايب وشراتين وهو موجود في الواحات يعطس، يعني بيلتقط العدوى اسرع واحد وياخد دواء كتير ويتاخر في الشفاء شويه، ويتكرر عليه الدور لو ما خدش باله من ان هو يبقى فيه وقايه، لان علاج المسائل دي حاجتين، الوقايه اساسا، وبعدين بعد كده العلاج المستمر الممنهج للالات. نقول يا دكتور الوقايه اكيد طبعا، يعني طيب دكتور يعني كيفيه علاج الجيوب الانفيه؟
الجيوب الانفيه جزء من الجهاز التنفسي، وبتبقى طبعا في المنطقه اللي هي مكان النضاره كده فوق، وهي جزء جوه العظم. ولو تخيل شكلها يعني ايه جيوب انفيه، يعني هو الهواء اللي احنا بنتنفسه من الشارع دوت بفضل ربنا علينا، بيحتاج ان هو يتنقى ويبقى دافي سواء في الصيف او في الشتاء، يبقى ليه حراره معقوله. طيب. فيبتدي يعدي من حاجه زي الخروم المنخل بتاع امي بتاع زمان دوت، اللي هو الهواء البسيط ده يبتدي يتنقى جوه، وبعدين بعد كده يخش على الحلق والزور. الاماكن دي المخنوقه دي واضح انها ممكن تتسد بسهوله ما دام هي خرام رفيعه قوي زي المنخل كده، ولما تتسد بايه؟ تتسد بالتهابات او تكرار التهابات نتيجه ان في ميكروب يعشش جواها. فلا انا اتخيل ان في ميكروب ارهابي ما عندوش اي ضمير راح داخل على المناخير ولازق في الجيوب الانفيه في الاماكن المستخبيه دي، وعامل لنفسه جحر جوه جبل من العظم، مستحيل وصعب جدا ان المضادات تخترقه الا بكثافه عاليه وبحرفيه عاليه. فمن هنا بقت مشكله، من هنا بقت مشكله ان الجيوب الانفيه تشخيصها ممكن يكون سهل او يكون صعب، لانها ما بتبانش على بني ادم احيانا غير بصداع. ما فيهاش بقى لا رشح ولا كلام فاضي من ده ولا ارتفاع في الحراره الا في النادر. وبعدين بتبقى مزمنه، وخصوصا مع المدخنين والناس اللي بتاخد توابل والناس اللي بتخرج كل يوم الفجر عشان تشتغل ارزاقها او كذا. وبعدين كمان في نفس الوقت انها بتبقى معاها ميكروبات عديده وميكروبات ليها مقاومه. فمن هنا بيبقى الدكتور بياخد بيدي دواء بكفاءه عاليه وليه كمان سلامه عاليه عشان ما هيتاخد لمده طويله، وان المريض ياخد باله من نفسه قوي انه ما يبقاش عنده يعني استعمال كده عمال على بطال لادويه الصداع بدون ما يسال الطبيب، لانه ممكن يكون الجيوب الانفيه هي عامله مشكله. وهنا هو بيتاخر في العلاج، ولما يتاخر في العلاج اذا كانت هذه الجيوب الانفيه تحت المخ مباشره، فيبقى هنا في خطوره شديده جدا من الاعراض اللي هي الصداع المميت اللي بيجي ناس سنين طويله مش عارفين سببه ايه، او انه ممكن لا قدر الله المساله لو في اصابه في الانف، واحد بيلعب بوكس، واحد عمل حادثه عربيه زمان، واحد وقع عليه حاجه جامده في وشه ارتطام بالوش زي اتنين لعيبه كوره راحوا لابسين في بعض فيس تو فيس، هنا ممكن يبقى في شرخ في قاع الجمجمه، ما يتصورش بالاشعه ويفوت الميكروب بتاع الجيوب الانفيه على المخ ويعمل لنا التهابات في المخ والتهابات سحائيه متكرره في منتهى الخطوره. فمن هنا اصبح موضوع الجيوب الانفيه موضوع هام جدا جدا لحضراتكم اللي كنتوا تعرفوا ايه هو الجيوب الانفيه وكذا، ونعجل بعلاجها وننبه الدكتور باستمرار. وانا عندي صداع دكتور وما عنديش لا ضغط ولا عندي امراض ثانيه، ولو سمحت شوف لي عندي جيوب انفيه ولا لا وعالجها لي لله. تمام دكتور، لو اجتمعوا بقى يعني غالبا البرد او الانفلونزا بتكون مصاحبه للجيوب الانفيه. طبعا. يعني لما الاثنين بيجتمعوا دكتور العلاج بطريقه العلاج بتختلف؟ لا، هي الانفلونزا اصلا بتبقى البرد برد يعني بيبقى فيه هدوء وكده وراحه زي ما اتفقنا، جه معاه انفلونزا برضه نفس القصه، محتاجين راحه وهدوء في البيت لمده 4-5 ايام مع سوائل دافيه برتقان كتير، ونبتعد عن الحاجات اللي هي بتهيج الكحه زي التوابل والشطه وخلافه الخ الخ. دخل معاها جيوب انفيه بقت الموضوع اصبح فيه بكتيريا. البكتيريا اللي هو غير الفيروس، الفيروس بتاع الانفلونزا ده اسمه فيروس، اللي هو بيبقى كائن مسبب للمرض دقيق جدا يعني صغير جدا ولا يرى بالعين بالميكروسكوب العادي، وبيحتاج ميكروسكوبات ضخمه باجهزه معينه مكلفه او تحاليل طبيه معمليه زي ما بيعمل دلالات الفيروسات. تمام. انما المضاد الحيوي بتاع الجيوب الانفيه هو هنا المشكله. ايه بقى المشكله؟ المشكله فينا احنا، ان احنا بناخد الدواء يومين مع مسكن بنحس ان اتحسننا نرجع نوقفه، ابتدي الميكروب اللي موجود جوه ما هواش ميكروب عبيط وهبل زي الناس، لا ده الميكروب ده اذكى من الناس وربنا خلقه في الكون قبل الناس وقبل البشر وقبل كل حاجه، لان ربنا سبحانه وتعالى لما امر بنزول البني ادم للارض كانت الارض فيها عمار، كان تمام. فيها شجر وزرع وميه واكل وطيور واسماك وديناصورات وكلام كبير قوي يعني، فالكائنات دي كان برضو التوازن الحياتي معاها كان مع البكتيريا اللي موجوده اللي ما كانت اصلا موجوده من قبل الانسان، وكانت بتصيب الحيوان والطيور والاسماك وخلافه والنباتات وهكذا في حرب شغاله باستمرار. تمام. جه الانسان اخترع حاجه اسمها مضادات حيويه من حوالي 100 سنه، ابتدت الميكروبات تتعرف عليها اتكشت شويه، عالجنا السله، عالجنا الغرغرينه، عالجنا كذا نفسها ايضا، ربنا اكرمنا شويه. ابتدت بقى الناس تاخد عدم ثقافه ان ده سلاح، ما ينفعش ان اطلع الطبنجه بتاعتي عمال على بطال، الناس تعرف ان انا راجل هايف. ففي الحاله دي كمان يحتاطوا مني. تمام. لكن الميكروب هنا بيلاقي ان في دواء معين موجود، اذا الدواء ده اتاخد بشكل كامل قضى على الميكروب، يبقى هنا الميكروب ده مش هيسيب سلاله منه جزء واخد التعرف على السلاح. فبالتالي يبقى السلاح نافع. تمام، ويكون خلاص تم القضاء عليه. انا في عندي 50 واحد جايين بيهجموا على المعسكر جيش، هرب منهم واحد هيقول لهم ان المعسكر ده فيه كذا 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 كذا، ويبقى في كارثه. تمام. فادي القصه، حياتنا
هتفضل موجودة للأبد لغاية يوم القيامة في صراع مع الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض اللي هي فيروسات والبكتيريا اللي بتتحور باستمرار وبتغير من نفسها باستمرار وتتكيف مع الجو اللي موجود باستمرار. وكل سنة نسمع عن سلالة جديدة من الإنفلونزا، كل سنة بالظبط سلالة جديدة من الإنفلونزا، سلالة جديدة من ميكروب السل. النهاردة حاليا بعد ما اكتشفنا ده علاج للسل من 100 سنة النهاردة لقينا إن في سلالات من السل خطيره جدا جدا ما بينفعش تعالج بكذا. ده لانه بيتحور يا دكتور، الفيروس بيتحور ويقدر يطور من نفسه. هو مكروب ده السل القديم وبتاع، وقال لهم خلاص بقى الجماعه الهبل دول اللي اسمهم بني ادمين دول احنا هنتسلى عليهم، ويورونا بقى قوتهم يطلعوا لنا كده واحد واحد. فمريض السل عندنا دلوقتي مشكله خطيره جدا ان احنا نعالجه بتوليفه معروفه، نبدا نالف معاه كلام لغايه لما نسيطر عليه وهكذا. فهي قصه الميكروب والسل والميكروب والجيوب الانفيه والمضادات واخذانها يعني برضو بنجرنا الحديث لنقطة هامة جدا جدا جدا. أرجو أن أي حد بيروح لأي طبيب زميل عشان أتفه عدوى معها ارتفاع في الحرارة، يعني أرجو أن لا يقل العلاج عن 7 أيام بأي حال من الأحوال، حتى لو قال لك أنت عندك واحد عامل لك عمل، خد العلاج 7 أيام علشان ربنا يعافي عنك وعننا، والميكروب بعد كده ما يبقاش موجود عندك يتسلى عليك وتيجي تشتكي تقول الدواء ما بيجيبش نتيجه، اصل الدواء بتاع الوزاره، اصل مش عارف ايه، دواء التامين الصحي اصلا بيدونا اي كلام. لا، انت لا تاخد الدواء اي كلام. تمام دكتور، احنا يعني تقريبا وقت حلقتنا خلاص قرب على الانتهاء، فاضل دقيقه هستاذنك يعني في عجوله سريعه لشتى كده للساده المشاهدين للوقايه من امراض الشتاء. هو تحياتي لكل مشاهدينا في مصر وخارج مصر عبر قناتنا الجميله الصحه والجمال، وبشكر كل طبعا سيادتك والمعدين للقناه. الله يخليك فندم. وبقول ان تمنياتي بشتاء يكون ان شاء الله هادئ، هيبدا الشتاء من هذه الليله، السيول بتبدا تشتغل في الصعيد، درجه حراره تنخفض حوالي 7-8 درجات من اول هذه الليله، نحتاط جدا بان احنا نلبس ملابس تكون اتقل شويه لكل مقام مقال، نشرب سوائل دافيه كتير، ما نشربش حاجات مثلجه، نقلل من التدخين او نبتعد عنه بقدر الامكان. الناس مدخنين الشيشه، حزب الشيشه دوت برضه بالذات ده اخطر من السجاير. الناس اللي هي بتخرج بدري عشان شغلها او خلافه برضه يكون شعرها جاف، ما يكونش واخد حمام منازل، او بنت واخده حمام منازله وشعرها مبلول، لان ده هيعرضها لنفحه هواء شديده. تجنب الزحام بقدر الامكان، تهويه شقائكم باستمرار، تعرض اولادنا في يوم الاجازه للشمس كويس، الاكثار من تناول الخضروات الطازه والفواكه الطازجه، مش الاكل المسبك والشطه والاكل اللي في الشارع والحاجات المحفوظه. مع تمنياتي دايما بانه يكون في صحه وسعاده، ما يكونش في مرض، وارجو ان اتقابل مع حضراتكم دايما وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. طبعا يا رب. دايما معلومات قيمه ومفيده جدا، وحلقه مميزه بتشريف ضيف الكريم ليا دكتور سمير عنتر. دكتور بحب اشكر حضرتك في ختام حلقتي. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده. كل الشكر موصول من قناه صحه وجمال دكتور سمير عنتر، استشاري الحميات ونائب مدير عام حميات امبابه، على وجوده معنا النهارده. مشاهدينا على وعد التواصل الدائم مع حضراتكم في حلقات اخرى قادمه، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.